معانا مدير الكوره السابق خميس بركات، مدير كابتن الكوره خميس. نادي دمنهور بنعيه بوفاه يسري رحمه. استاذ خميس، ازي حضرتك؟ الله يخليك، الله يكرمك. البقاء لله في مرحوم يسري رحمه. البقاء لله وحده، الله يخليك. كان يسري رحمه يمثل ايه نادي دمنهور؟ يسري رحمه الله يرحمه كان هو البلد. كان هو يسري مش مشجع بس، يسري كان من احسن الاداريين اللي موجودين في مصر. كان يسري طول عمره إداري قطاع الناشئين على مستوى محترم جدا، طلع يعني مش عايز أظهر لحضرتك كل اللعيبة اللي بتلعب في الدوري الممتاز من دمنهور، دولت ولاد يسري الحومة. يسري ما كانش مجرد مشجع كورة، هو كان الحتة ديت كان حبه لدمنهور كان بيخليه إن هو يخوض الجماهير في المدرجات. لكن يسري الحومة كان من أفضل الإداريين اللي موجودين على مستوى مصر، ويمكن الكابتن وائل فؤاد يعرفه عن قرب كويس يعني. طبعا يا كابتن، احنا بنعزيك يا كابتن خميس. طبعا انت حضرتك برضو عنده علاقه شخصيه يعني، كابتن خميس استاذ احمد رمز من رموز برضو محافظه البحيره واسم كبير ومدير كوره سابق طبعا لنادي دمنهور، وكان يعني الصديق لكابتن يسري، فهو اقرب واحد برضو ليه يا كابتن. فاحنا بنعزيك يا كابتن خميس، والبقاء لله يا كابتن. الله يخليك حبيبي، الله يكرمك، الله يرحمه، الله يرحمه كابتن. واحنا كمان بندعوك زي ما قلت من شويه كده يا كابتن خميس، وكل الرياضيين اللي موجودين في دمنهور او حتى على مستوى مصر كلها، لازم يبقى في وفاء لكابتن يسري رحمه ولاسرته. ان شاء الله مجلس اداره نادي دمنهور بقياده الاستاذ ايهاب عبد الله ان شاء الله هيعمل يعني تأبين محترم يليق باسم يسري رحمه. ويمكن كان معايا التليفون النهارده من ساعات قليله الكابتن حكيم نائب رئيس مجلس الاداره، بيفكر انه ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه ديت قريب قوي ان هم هيكرموا يسري تكريم، لان هو اتاخر قوي التكريم بتاع يسري يعني. صحيح. نفسي ان هو يتكرم في حياته. يسري حومه استاذ احمد، اتفضل. يعني ابني، اخويا، صديقي، عايش وحيد ومات وحيد رحمة الله عليه. لا إله إلا الله، ربنا صبره. ليه بصمة جامدة أوي في نادي دمنهور، بصمة جامدة على مستوى مصر. الله يرحمه كان بني آدم يعني، أنا معلش أنا آسف إن أنا مش هقدر أكمل كلام. واضح البكاء على صوتك والحزن يعني. الناس رحمة أكتر إن هو إن أنا أتكلم فيه شخصية، ولا حضرتك ده كان ابني صديقي وأخويا. الله يرحمه. شكرا استاذ خميس بركات، مدير الكره بنادي دمنهور السابق، وبقاء لله وانا اليه راجعون.